يا ترى ايه مصير سعر الدولار في الايام والشهور اللي جايه؟ وايه اللي هيحصل في سوق الصرف بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الاخيره؟ هنعرف التفاصيل في الفيديو ده، خليكم معانا. بانكير، نبض البنوك. الصغير قبل الكبير دلوقتي مركز مع الدولار في مصر، والكل بيتابع أسعاره أول بأول بعد ما الناس فهمت اقتصاد أكتر في سنة الأزمات اللي عدت، وعرفت إن حاجات كتير ومستوى معيشتها ودخلها مرتبط بسعر الورقة الخضراء. ولو حضراتكم تابعين رئيس الوزراء امبارح قال تصريحات مهمة جدا عن الدولار في اجتماعه مع المصدرين، والأهمية في تصريحاته إنها بتحدد مصير الدولار في الشهور اللي جاية. طب رئيس الحكومة قال إيه؟ الدكتور مصطفى مدبولي قال إن الحكومة والأجهزة كلها والوزارات المعنية شغالة على توفير الدولار في الفترة اللي جاية ولغاية سنة 2030، وده بشكل يضمن مش بس السيطرة على سعره، ولكن كمان تضمن إن سعره هينزل بشكل كبير جدا طبقا لسياسة العرض والطلب. وكفاية نعرف إن لغاية التاريخ ده مصر شغالة دلوقتي على خطة لتوفير 300 مليار دولار في السنة، منها 145 مليار دولار من الصادرات وبس لو حافظت على معدلات نموها المستهدفة، وضيف عليهم حصيلة باقي القطاعات الاقتصادية اللي بتجيب دولار زي قناة السويس والسياحة والاستثمار وتحويلات المصريين وبرنامج الطروحات الحكومية والمبادرات البنكية وباقي مبادرات الدولة. طب ده معناه ايه؟ ببساطة ده معناه ان هيكون في وفرة في الدولار وفائض كبير من العملة الامريكية كمان، وده لو قارنا حجم الاستيراد واللي بيتراوح ما بين 80 او 100 مليار دولار كأقصى تقدير وبين واردات الدولار، فهيتوفر 200 مليار دولار، وحتى لو فاتورة الاستيراد زادت 50 مليار دولار تاني هيبقى في فائض 150 مليار دولار. ومعنى ان الدولة يكون عندها المبلغ الضخم ده زيادة من الدولار ده حاجات كتير جدا، اولها ان الاحتياطي النقدي بتاعنا هيقفز قفزات كبيرة، ومعناه كمان ان سعر الدولار بينزل الارض حرفيا، ومعناه ان اسعار السلع المستوردة هتنزل بشكل كبير ودايم، وان كمان قيمة الجنيه وقوته الشرائية هترجع زي زمان واكتر، وهنا المواطن هيقدر يحس بقيمة الدخل اللي بيقبضه او بيدخله، وهيقدر يحقق الوفرة المالية بسبب قوة الجنيه، وساعتها هيشعر بتحسن في مستوى المعيشي. الكلام اللي بنقوله ده مش أحلام ولا كلام في الهوى، ولكن ده كلام وخطط بتتنفذ بقوة دلوقتي على الأرض، والأرقام في زيادة في كل القطاعات الاقتصادية اللي قلنا عليها رغم أزمة قناة السويس وتحويلات المصريين، ولكن بنفكركم إن دي أزمات مؤقتة وهتنتهي خلال شهر أو اتنين، وده غير الموارد الدولارية اللي بتزيد بدليل صمود سعر الدولار رغم الطلب الكبير عليه في الفترة دي من المستوردين ومن فوائد الديون وباقي التزامات الدولة من العملة الأمريكية. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبض البنوك.